كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش نتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس الأول في شرح متن جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله في أصول الفقه الإسلامي تاريخ اليوم 27 جمادى الأول 1438 للهجرة الموافق ل 24 فيفري 2017 عنوان حلقة اليوم مدخل إلى علم الأصول أي مثلا الموضوع جديد ذكيون المجال ديون تخصص اسميس أصول الفقه الإسلامي العلم جايث مثلا علم جليل القدر ذيون العلم يسعن القيمة الثم قرانت ذي الشريعة النظ يسعن الزل ثم قران اسمس أصول الفقه الإسلامي والكتاب أرى شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي لن خمس كتب كبرى مشهورة في علم الأصول طبعا هناك العشرات من العناوين ولكن لد خمسة قرانين إلا مزورو اسميس الورقات لإمام الحرمين الجويني كتاب في علم الأصول الورقات في علم الأصول الورقة تجي يخذ مثيد إمام الحرمين الجويني إليه كتاب اسمه مختصر ابن الحاجب وقد وسين مختصر ابن الحاجب أيضا في علم الأصول إلى الكتاب هذا اسمه منهاج الوصول إلى علم الأصول سوزاليس للإمام البيضاوي وقد وسلثة إلى وسط أربعة اسمه منار الأنوار للإمام النسفي إلى وسط خمسة اسمه جمع الجوامع لتاج الدين السبكي نكني أنغر كتاب جمع الجوامع العلماء المحققون نند باللي أفضل هذه الكتب هو جمع الجوامع أفضل هذه الكتب هو جمع الجوامع وهذا هو المجلس الأول بهذا المسجد العامر مسجد الشيخ الحداد عزاز قاع تيزي وزو الجزائر لماذا فضل جمع الجوامع على سائر الكتب ذكرت بعضها اليوم لعدة أسباب سيأتي بيانها في المجلس القادم إن شاء الله وقدر من هذه الأسباب التي يمتاز بها هذا الكتاب يتميز عن ميزات مميزات خصائص منها أن هذا الكتاب جامع لمعظم مسائل علم الأصول يعني يوش انتكتاف سواز الإسلام سمقران أي غر أخطر أتصن تمثال في مقرانين من علم الأصول أجي لا انتكتاف تجيش مع الجوامع ثلاثة الميزة في السناث الاختصار الدقيق في اختصار دقيق ولكن ما هوش الاختصار المخل الاختصار الدقيق المضبوط كما ستلاحظون في مستقبل الحلقات أو المجالس القادمة وكذلك عنده ميزة أخرى أنه ابتعد عن الخلاف والجدل المنطقي الكتب التي ذكرناها
يعني بعضها فيها حشو وتعقيد، وبعضها عندها اختصار مخل، وبعضها يعني استغرق في هذا الجدل المنطقي وهذا الخلاف. لذلك هذا الكتاب كتاب جليل، كتاب جميل، سفر عامر بالمعلومات والأحكام التي يحتاج إليها الفقيه، يحتاج إليها الأصولي، يحتاج إليها المفتي، يحتاج إليها الإمام، يحتاج إليها الداعية، بل يحتاج إليها المسلم. ثلاث مثلا ذي المجلس الأول أنفذ ميرض ربي سبحانه تعريف علم وصول الفقه الإسلامي، التعريف بهذا العلم. أولا من حيث اللغة، مردنظ أصول مفردها أصل، مردنظ أصل معناه أسفل الشيء، أصل نغدنظ ما يبنى عليه الشيء. هذا الابتناء قد يكون حسيا وقد يكون عقليا. الابتناء الحسي ابتناء السقف مثلا على الجدار، أدين السقف يفنى في الحيوض، السقف يفنى في الحيوض في البيلي يعني في الثوراسين الثركيزين. الابتناء العقلي مدير ابتناء الحكم على الدليل، يقول ما يفك الحكم سواء ما تعلق بالحكم الشرعي الأحكام الشرعية، أدين حكم شرعي مبني على دليل. الحكم انت شرعي يفنى يسعى الساس، يسعى الساس، يسعى فاركيس. أما كدين سمح فيه القاضي مثلا، القاضي أدي سفغ الحكم، الحكم من القاضي إلى قث يفنو، أث يفنو في الساس باش ذي الحكم إصحان وقيل يتعرف. وذا يتعرف دائما ذي اللغة في المصطلح في اللغة يعني كلمة أصل عندها معنى أيضا ما يقابل الفرع. أدر مثلا الأب أصل والابن فرع، الأم أصل والبنت فرع، إمولان ذو الأصول، الجذود ذو الأصول، إلا الدريان سنس مثل الفرع. يكون استقبالي في ماذا ميس تسا ماذا ميس نميس تسا تسا فروع. ذاغ الأصل معناها المستصحب. أدير مثلا الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، معنى نستصحب الحكم الأصلي وهو الإباحة. الأصل كل شيء مباح في الأشياء، الأصل في الأقوال والأفعال والأشياء الإباحة إلا بنص. العبادات أشنغ الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص، الأصل في العبادة الحظر إلا بنص، أي لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع. ورجزارة يون أذي عفظ ربي سوى سويني دينا ربي، ورزميرارة في ندم أدي سنلفو العبادة فاجذيط نكني إنسلمان، ونزميرارة أدي سنلفو العبادة فاجذيط. لذلك الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص، سوى ما يسد النص. ربي ناد في سورة البقرة مثلا آية 110 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إناد ظلث زكيت عشرة إلى آخره، فرمضان كيف كيف، الحج كيف كيف إلى آخره. هناك أوامر في الكتاب في السنة تأمرنا بالعبادات، ولكن في المعاملات الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. معنى يعني عن المعاملات خذم ذا شو تفغير ثورة مثلا العقود البيوع ذي زي كم يتسغن زنزون مدن عقود بسيطة أتفض السين هذا مسفهم هذا زنزة فركة ثمور تزمور ثخام تجارة هذا الزنزن هذا غادي الزنز البائع المشتري قسم مثل العاقدان بشرط يكون عندهم شروط، شروط من هذه الشروط أهلية الأداء إلى آخره العقل وكذا وغيرها من الشروط.
وبعدين يكون الإيجاب وقبول. الإيجاب الإرادة الصادرة من الطرف الأول بغية إحداث أثر شرعي. مرس ضيول زنزي ثفركة وقي قرنس الإيجاب تعرف نتسا مري قبل وإننا ذاذ تمورث مرحيني قبل وفق السماء كذا وقي قرنس القبول بفتح القاف. القبول الإرادة الصادرة من الطرف الثاني الموافقة المطابقة لمضمون الإيجاب. صفك خدما خدما المقايضة أتفضى ذوين الزمور نغزيث أدغن ثاضوت نغدغن سمر وقي المقايضة ولا شي ذري من السلعة بسلعة فقي أمرني جائز أكي خدما زيك قبل هذا خاص يعني زيك خصني ذري من يخص السيولة قي النقدية صافي البوي فقي ذي لحلا يكون نرمال من بعدين خدمن لما قال الشركة الأبدان إلى شركة الأموال يعني ذي الفقه الإسلامي إلا عقد القراض أو عقد المضاربة إلا شركة إلى عقد المرابحة إلى أنواع الشركات المختلفة وثورة ساقي ذي ثوذر في النظ إلا مقارن أرل إثاقي الشريع ودنا لا نتخمض أرل نغصارل ثيوك الشركة قلت إيش ديذين استعرف شركة المساهمة شركة التضامن شركة ذات المسؤولية المحدودة. إذن الله يعينك أن بعد سيجين شو مقارن العقود الإلكترونية عقود إلكترونية هل يشترط اتحاد المجلس مع أن يكونوا مع بعض فنوي ذي نسخة لهم العقد إذا قد سيلي مياك ويقول بمكان هل ترى لازم؟ لا ممكن يون ذي زيون زيون ذي الزائر وأيضا ثاندي السعودية وأيضا ثاندي تونس وأيضا ثاندي المغرب للمغرب أتخدم العقد ثور الله يبارك عن طريق الوسائل السكايب والإنترنت مش عارفي. إذن الشريعة في النتيجة دي كلها جائزة عادي المهم المعاني والمقاصد المهم المعاني والمقاصد المهم العقد في حد ذاته يكون مشروعا في مضمونه لا يخالف شريعة الله. لذلك الوسائل لا حكم لها أما الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد. شرع يسوس عفلان غني يكون يعين ربي الله يعينكم خذ مثل شوف غذف اللون. الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص سوى ما نفد نص شرع ديني وأحل الله البيع وحرم الربا حبس صافي الربا حرام إلى قسمج خد مارا إن الشرع الرشوة حرام حرام يناد 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 جملة من الأحكام. وكذلك معنى في اللغة دائما المعنى معنى القاعدة معنى الأصل معنى القاعدة وكين معنى آخر اللي هو الدليل. الأصل معنى الدليل يولديني حاجة حكم وعينك ما هو أصل ذلك ما هو أصله أي ما هو الدليل ما هو دليله. لذلك يقول أصول الفقه معنى أدلة الفقه أدلة الفقه. إذن الأصل الدليل جمع أصل أصول أدلة الفقه أو أصول الفقه. الفقه ما معنى الفقه؟ الفقه في اللغة معناه الفهم قرنا كيف كيد الفهم والأموري غريوان أما رذي الفغي القرايا دوي الفهمة مي ماشي دايما تصوض تصوض القرايا الفهمة الفهم. لذلك ابن القيم رحمه الله إن هيك أعظم نعمة يغدي في ربي ربي في تص نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن هيك أكبر نعمة بعد نعمة الإسلام ذا شو نعمة الفهم الفهمة. لذلك استشهد بقوله تعالى ففهمناها سليمان. الفهم الفهم الفقه ربي وحل العقدة من لساني يفقه قولي يعني يفهم قولي سورة طه الآية 28. والنبي عليه الصلاة والسلام يناد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه معنى وينو ميفغى ربي الخير أسيفك ربي الفقه
في الدين. اصطلاحا ثرى أدنفك الاصطلاح تعريف علم الأصول اصطلاحا مركب علم أصول الفقه. أصول الفقه هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا هو التعريف الجامع المانع. إذن الموديول المادي علم مهم جدا 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 من أجل العلوم، علم جليل وقدره سامق. هو العلم باش بالقواعد الكلية التي يتوصل بها. صافي علم الأصول أغدف كل القواعد أرغس وظن التي يتوصل بها أنيول إلى استنباط استخراج أمشد من السفر الأحكام الشرعية، أي قلنا الشرعية تمييزا لها عن الأحكام اللغوية. من الأحكام اللغوية الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب. إذا عرفتك الأحكام اللغوية مردينيض الفاعل إلى قليل مرفوع، إلى قليل مرفوع ولا قليل منصوب مكسور، لازم يكون مرفوع. والمفعول به منصوب إلى قليل بالنصب، وهذا حكم لغوي. إلى لنا الأحكام الحسية عن طريق الحس، مثلا أقشيشة مشطوح ما يستدوره فرنو أم كيس نستقبلي فوفو هلا من المريزر بلا فرنو أفوسيس مثل السماء ذغا سيادة الساونة يتساقوال الدوار سامكاني ولما يخسي فرنو الناس يتساقوال خطر يجرب أكين الثلج باردون. شكون قال لك تجربه حسي معنى بالحس أتتو شركة السامية الزر باللي أذفل صماد وهكذا أحكام حسية. ولات ذاغ الأحكام العقلية المنطقية، أحكام المنطقية العقلية فقره دخل في علم المنطق في العقليات معنتها لنت أحكام. مثلا من يملك الكل يملك الجزء، حكم عقلي. من يملك الكل يملك الجزء، وين إسعان عشرة قطارا بخال صافي إسعان يتمي ترى بخال لأنه يقطارا ذا طاس وهكذا. ثقة ذاكي إذ المدني التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. إذا لماذا جاء هذا القيد؟ وهذا القيد معتبر تمييزا للأحكام الشرعية عن الأحكام اللغوية والأحكام الحسية والأحكام العقلية المنطقية الشرعية، إذن متعلقة بالشريعة. وبعدين واش يقول التعريف؟ العملية، استنباط الأحكام الشرعية العملية. علاش قلنا العملية؟ لأنها تقتضي عملا من أعمال القلوب أو عملا من أعمال الجوارح، حكم شرعي عملي عملي. أشين مثلا صلاة العاجز والمريض لنت الفقه يكون أحكام، أشين صلاة المسافر القصر والجمع إلى آخره، وين يسافر إنه بيجمع فضلي ثم يقصر وكذا إلى آخره، كلها أحكام عملية في مجال العبادات وفي مجال المعاملات العقود. تخمض عقد المضاربة إسعى الشروط ينس، أتخذ مظل المرابحة سعى الشرطي نس، أتخذ مظل المساقات سعى الشرطي نس، أتخذ مظل المزارعة سعى الشرطي نس وهكذا. الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية،
معناتها تروح مباشرة إلى الدليل الجزئي التفصيلي. كي نقول لك مثلا فرضية الصلاة، هذا حكم، الصلاة فرض. الدليل قال تعالى في سورة البقرة في دليل قرآني جزئي في سورة البقرة الآية 110 أقيموا الصلاة. نعم، في الحديث بني الإسلام على خمس، في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يفقنت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبعدين إقام الصلاة وهكذا. بمعنى الحديث أجي يفقنا غيد تركيزين من الإسلام خمسة يسن في الحديث ابن عمر. ثورة ثانيا بعد التعريف فائدة علم الأصول أو فوائد علم الأصول. علم الأصول أجيرا غريث مثلا يسعى فوائد كثيرة جدا، مادام قلنا هو علم قدره جليل، جليل القدر، علم نفعه عظيم، عظيم النفع. ممكن ذكر أهم الفوائد. الفائدة الأولى معرفة مناهج المجتهدين في استنباطهم الأحكام، هذه الفائدة الأولى. أم السين أم المجتهدين صوضا أد سفغا الأحكام الشرعية سي القرآن كذ السنة صفية مثلا القرآن كذ السنة ذي الواجب فلان غنوال الغرص مي أمشرا نغال ذا جي ذا غفل ذا مقران ما يلعب ذو السنة القواعد ذا أذي روح أذي يغلغ الكتاب والسنة أذي يغلظ وذي استغلظ أذي الشض إزمر أذي ويمدن ذي الجير فريذ ما تشي ذين سهلا. لذلك العلم جايث مثلا إسعى مازال ذم قرآن ذم قرآن ذم قرآن. إذن المجتهدون بذلوا الجهد، بذلوا الجهد، بذلوا الوسع في استنباط الأحكام الشرعية بمناهج. صفي علم الأصول يعرفنا بمناهج المجتهدين في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أو يعرفنا في بكيفية تعامل المجتهدين مع النصوص في الكتاب والسنة، والنتيجة تطمئن النفوس وتسكن إلى الأحكام التي توصل إليها المجتهدون باش نرتاح. نكون ثريون أسفك السؤال يون أكيد يجاوب من ما يرتاح وليه ما يفكيه داك لا ميثود الطريقة الأدلة يناد ربي يناد نفي صدار يسلم أم كي يستخدم الأدوات الخاص العام المطلق المقيد دلالة الإشارة دلالة النص فحوى الخطاب أما شي شويت سلع ثاف كنت في دليل مصغر أديسي ونحيني حكم الوصية أفغيغ أذجغ الوصية تستامو إيونس قراوي ونصيصي أش أستنى اسم الخط هنا ربي دينان من بعد وصية توصون بها أو دين ربي دي قال أجل وصية إن كان تجغي وين فغير أتجغي اللي شو هذه سلسية إزمال هناك يرنس الجغ طروكا ثلاث أربع يعني ما يسعى مثلا 40 قطارا بوكال أسيكتب 30 وقيم يقارن ترواكا ثلاث أربعة ربي دينا ربي نيك جلوة سيك جيخت سينظر شو الشرعي ندم الشيكا خاطي أويد الأدلة إن سينظر ربي القرآن في سورة النساء الآية يوم إسلام من بعد إن دلنا ربي سبحانه عز وجل القرآن الكريم وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد نزول آيات المواريث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
ويناد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في أعمالكم فضعه حيث شئتم. ويناد في حديث سعد أبي وقاص الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء أفضل خير من أن تذرهم عادة يتكفف الناس. الدنيا لا كل شيء أدوي كل أدلة سي القرآن سي السنة هاد السور أصلا السور ذاك المعلومات أما ذا النصوص أما ذا القواعد أتفهم ظن دايلا الواجب أن دايلا الندب أن دفع الإباحة خطر ممكن تصرد الأمر ماشي دائما الأمر يفيد الوجوب لا لا هاد السور ذي تجرمث أي رغم كنا ما كيكون قارغي مغار النغزي صغارين القرآن صغارين تجرمث الأجرومية صغارين تعرف لأن القرآن الكريم استعرف في قلة يدي نزل السنة استعرف في ثلة هم كرا يفهمي القرآن السنة موليسين أرث عرف لذلك الجدود الناف لسنة فربي صغارين القرآن في ثنامرين ذي الجوامع صغارين فجروم في الأجرومية صغارين سيدي خليل صغارين ابن عاشر صغارين الرسالة ابن أبي زيد القرواني صغارين لامية الأفعال صغارين 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 صافي كنتي قالكي إلا قنتي صعوف ندم يريف أسنس باش ما يروح القرآن وكل السنة يسافي السورة صافي علم الأصول غادي يفكثي السورة مون سعرة في السورة غامشي راه تلدي ثبورث سوا مشي تلدي ثبورث بلا ثساروث لذلك جماعة الخير وبذلك تطمئن النفوس إلى الأحكام الشرعية التي توصل إليه المجتهدون. تجيب كذا يوث الفايدة الفايدة النظام العلم الذي يرسم للمجتهد طريق صحيح معناه العلم جي أغدين جرى فريذ نقارث قذيليث أفريذ مسلمة أرثكين دانا يرسم للمجتهد الطريق الصحيح الموصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ويزوده بالأدوات اللازمة لتحقيق المراد. شفت كل موين الأدوات إلى آخره. والحمد لله هذا اللي أكد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. صار ما يثمثم الشريعة الإسلامية في يغدك الجواب إثم سالة ما في قديمين ما في جديدين ثلاثة في جديدين أتصي دين الفان اللي اسمها اليوم النوازل فقه النوازل الواقع الاقتصادي والواقع الطبي والواقع البيئي والواقع الاجتماعي والواقع الثقافي والواقع الإعلامي كل هذا كل هذا أفرز جملة من النوازل التي تحتاج إلى نظر دوني تطور ذي لا ميدسين اسمي دفغ اسمي الفاند وفاند وفاند لا كارت جينيتيك عندها تسنن زيك الفقهاء مزوره لا ديان عندها تسنن لو كلوناج استنساخ مزوره وزرينا راه انو الفاد في زماناكي صافي سيو للشريعه انا صار واحد زيغاويث الاحكام الشرعيه راه غادي يفكن في ريريث في فراثي لشوالاكي خاطر دي جديدان ودي هضرارا نفلس الامام مالك نال الامام ابو حنيفه نال الامام الليث بن سعد نال الامام الامام احمد نال الامام الشافعي دافين خطو تي قال يقول السين راه ولا شي ثنت لا ميدسين طب وري بيضار ندير بلا كثوره في عالم الاقتصاد ليكونومي ثذمسا لي تكنيك بانكير ياك الشركات ام السلام والبنوك وكذا تجديدين تجديدين ثورة الموندونتي يأكل الإيكونومي يعني على المستوى الدولي يلحس لبنك يلحس في كيد زيغان كيف تفهمه ما شد هنا كان الربا حرام هي الربا حرام
ميفهم قبل شو يضرون مرزا ضر شو يضرون أكيد خطاب الضمان شو معنى خطاب الضمان شهادة الائتمان شو معنى صفوز مد فثوض نغات وضر الشرع دين ظل حلان ظل حرام ما تغرض غرق قبل إلق أتسعة سفوض ويني فغانسك سوسوذي واسينين مدناسي ذي إلى قاد الشروثي ذي في مسال بوسا تجديدين صافي نسيولي الشريعة في كاغ تزيغ في فراث ذا الشارع يعاون من العلم ماكي علم الأصول ذنسا أدنو غير سينيون فايدة في ثلاثة علم الأصول هو الذي يساعدنا جميعا يساعد المسلمين باش يبتعدوا عن ألوان التضليل والتحريف نعم إذا قرنا علم الأصول سنبتعد وننأى عن التضليل والضلال عن التحريف والانحراف وإذا كان ما قريناش نعيش في مشاكل كبيرة نقول لكم بيني وبينكم هناك مشكلات كثيرة وقع فيها المسلمون أزمات كثيرة وقع فيها المسلمون هموم وأتعاب صنعت في واقعنا الإسلامي بسبب جهلنا بهذا العلم أتصن تلوفا قذران ذي الأمة سلمث صوغن تلوفا يجي النزاع أمشتشو الخلافات الجراث الهموم السبع إيمون السينرة العلمي صفي العلمي ذدوا العلمي ذدوا تفرث إثلوفا إن تعيشي ذي ثوذرث النغ العلم يغضي فيك مصادر تشريع عن تنسين الأصلية والتكميلية وفيك تحديد دي بقين أنواع الأحكام الشرعية أغضي فيك القواعد الأصولية القواعد الكلية القواعد اللغوية أراغي السوظن باش نفهم الكتاب والسنة إلى غير ذلك الفائدة 3-4 جاروث هذا العلم يكون لدى دارسه ملكة عقلية فقهية تمكنه من معرفة المنهج السليم الذي يتوقف عليه الاجتهاد واستنباط الأحكام معنتها العلمي يتربي اللاغ خطر سمحتي ديث قبيليث مرحينين اللاغ اللاغ ذي الميزان صافي العلمي يخدم الميزان داخل اذ يغال فنادم اذ يتوالي سلميزان اذ يوزن الامور سلميزان ذا يزمن غادين يكل مراقين شرف انتفهم وثنتواليم وثنتسلم ذي الدروس يدي ثدون إن شاء الله وقدر ثورا نروح ثالثا تدوين علم الأصول أصول الفقه العلم ماكي ذا جديد ذا جديد بدينا ذا جديد من مدفع ذي أواخر القرن الثاني الهجري ذي أواخر القرن الثاني الهجري صافي غرس قرون سوك اسمي ديفا ميد هضرت ولا اسمي ديفا يهضرت في الناس ينسي العلماء قرانا العلامة عبد الرحمن بن خلدون ابن خلدون في كتابه الشهير اسمه المقدمة مقدمة ابن خلدون في الصفحة 424 وما بعدها في الفصل التاسع يخدم عنوان ابن خلدون من كبار علماء الأمة دم القرآن يسعى كتاب مشهور اسمه المقدمة
أي غرض العلم من القرآن؟ خطر صاحب العقل الموسوعي من الأمور التي درسها وثقها التاريخ العلوم. تاريخ العلوم أسميه يبض علم الأصول في الفصل التاسع يخدم عنوان أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات. أشو دينا؟ اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية. وكذا وين بن خلدون أشقار علم الأصول علم عظيم لم قرآن سوى زاليس وأجلها قدراً القدر يسع علي وأكثرها فائدة ذي العلم يسع الفائدة ثم قرآن وهو النظر في الأدلة الشرعية. خطر الأمر عظيم النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف. نكون سوشو الحوذي الدوني ثنغي سلمة نحسن الأحكام الشرعية وأصول الأدلة الشرعية أشو دينا هي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له إلى أن يقول دائما ابن خلدون واعلم أن هذا الفن هذا التخصص هذا العلم من الفنون المستحدثة في الملة. معنى ذيون العلم ذا جديد ذي الوقتيسة ورنا هذا قديم من ذي الوقتيس ابن خلدون الرياغ شحال القرون الفير اكثر من 12 القرون يغير الفير اكثر من 12 القرون. إنك واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه. معنى الصحابة أورث وجنارة يروح وجنار الصحابة لعلمك بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية. شوف الله أكبر لحدد بوال إنك الصحابة أي نسعان ذقوالا غنسن ذي الروج ورحو جنارة العلم وهو من علوم الآلة حو جنارة أي غر أخطر ثم زواروس سنن تعرف مليح الصحابة يعرفون اللغة العربية بل يعرفون أسرارها في السنة عشنا كذن في صلى الله عليه وسلم يكفيهم شرفا أن عاشن أكذن النبي صلى الله عليه وسلم إذن تساغثني الصغرا إذن تساغثني ربان أكاي وذا شاهدوا مواطن التنزيل أسمي دينزل القرآن حضران كلي وين بالمهن صحيح حضر صفي السعان أي نور نسعي أين كرسع الأمة كلمة يردونيث. وأما القوانين دائما الكلام لابن خلدون وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فعنهم أخذ معظمها. كن يا سيد نرفز في القرآن السنة أكذين دجان تريكا دجان الصحابة أما تمسني أما ذي الفهامة أما ذي الرأي أما ذي الاجتهاد أما ذي الفتاوى نسن. وأما الأسانيد يعني عن الأسانيد خطر ذغ الأمة يفضلي ربي في الأمم ثياب سيون العلم اسمي سعي المجي الإسناد يون واس اسمي دفق حركة الوضع وقال ذي الحديث وقال ذي السيد ديفن في النبي صلى الله عليه وسلم أديني نوال سين ذي به دينان انتقن تقن شرق مذان سولا
إيون قرنس عبد الله بن المبارك وقيس قبيلث ذا عرضي ذا مسنو ذا عرضي لنس يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة ذا شو سنيننا تعيش لها الجهابذة الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء أشو الدناء ابن خلدون وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها حوجنا عجبا إثني رفزن سثالة سلع عنصر مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقرب العصر يعني عصر النبوة وممارسة نقله وخبرتهم بهم فلما انقرض السلف أسمي مثناك الصحابة وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة بعد ظهرت علوم الآلة وغنت العلوم الصناعة الصنعة تمسني ذي العلوم في جديدين كلها صناعة تخصصات كما قررناه من قبل يحتاج الفقهاء ذقين أكل الفقهاء أحواجا والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة ذقي حواجا فكتبوها فنا ثغال علم سبيسياليتي تجريط ذي الوقت النهي فكتبوها فنا قائما برأسه إيفد سوكرويس سموه أمشي السمان سجد سما شهوت أصول الفقه اسميس أصول الفقه هذا رحمة ربي بن خلدون بعد يفكر ثموسني يفكر الفايدة وكان أول من كتب فيه أنو إذا مزوارو اكتب ذي العلمي الشافعي رضي الله عنه أملى فيه رسالته المشهورة الكتاب مزوارو إدي فغندي علم الأصول اسميس الرسالة ثورة أنروح ذا شو قصود الإمام الشافعي باش يخدم من علم الأصول لن تربع الأسباب بسرعة السبب الأول تشبعه بثروات علمية عظيمة روافدها ما خلفه الصحابة والتابعون من علم وفقه مثل الإمام مالك عالم المدينة وغيره صافي الإمام الشافعي يورثد ثموسني ماشي تسمورث ماشي تزمورث ماشي تركا النظام اسم مدن يورثد ثموسني والسن شهوده المناظرات التي تقع بين مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث مدرسة أهل الحديث مقرها في مدينة المنورة مدرسة أهل الرأي مقرها في العراق يحضر المناقشات سبب الثلاثة ضعف اللسان العربي بعد اختلاط العربي بالعجم ثغرت على تنقص اسمي خلفان الفتوحات وكذا خلطنا عرفين وكل العجم ثغرت تنقص تعرف هي صافي ولن في سفن صعوبة صعوبة في استنباط الأحكام وقي السبب الثالث السبب الرابع بروز مسائل جديدة ما ذكرنا قبل حين فقه نوازل جديدة تحتاج إلى نظر هذه من أهم الأسباب التي تنفعت الإمام الشافعي باش يقعد قواعد علم الأصول رابعا طرق التأليف في علم الأصول سلك العلماء ثلاث طرق ثلاثة طرق طريقة ثمزوروث يعني في التأليف في التصنيف طريقة ثمزوروث مثل طريقة المتكلمين وتسمى أيضا طريقة الشافعية وتهتم بتحرير المسائل وتقرير القواعد من أهم الكتب التي ألفت وفق هذه الطريقة الرسالة هو الكتاب الإمام الشافعي الذي توفي سنة 204 للهجرة كتاب التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد القاضي أبي بكر الباقلاني
الذي توفي سنة 403 للهجرة، البرهان لإمام الحرمين الجويني توفي سنة 478 للهجرة، كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي أو الغزالي توفي سنة 505 للهجرة، المحصول لفخر الدين الرازي توفي سنة 606 للهجرة، يرسم 100 سنة، الغزالي 505، الرازي 606 للهجرة، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي توفي سنة 631 للهجرة. ثلاث طريقة في السنة اسمها طريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية، هذه تعمل على تقرير القواعد الأصولية في ضوء الفروع الفقهية، وقد ألفت مجموعة كتب وفق هذه الطريقة، منها كتاب الأصول لأبي بكر الجصاص من أمهات الكتب توفي سنة 370 للهجرة، كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي توفي سنة 430 للهجرة، كتاب الأصول للبزدوي توفي سنة 483 للهجرة، كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام القرافي توفي سنة 684 للهجرة، كتاب المنار للإمام النسفي توفي سنة 710 للهجرة. الطريقة الثالثة هي الطريقة الجامعة بين الطريقتين السابقتين، يعني بين طريقة المتكلمين والشافعية وطريقة الفقهاء أي الحنفية. هذه الطريقة تمتاز بكونها تجمع بين مزايا الطريقتين السابقتين، لذلك هذه الطريقة الجامعة مهمة. الطريقة الثالثة تجمع بين مزايا الطريقتين السابقتين بحيث أنها تتجه إلى تقرير القواعد الأصولية وفق ما تقتضيه طريقة الشافعية، كما تهتم بتطبيقها على الفروع. أهم الكتب التي ألفت وفق هذه الطريقة كتاب اسمه تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الذي توفي سنة 747 للهجرة، وكتاب التحرير لكمال الدين بن همام توفي سنة 861 للهجرة، وكتاب جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي الذي توفي سنة 771 للهجرة. جخذان قالوا باش يكون دينيغ الكتاب راه نغرضوا كتاب جمع الجوامع. صافي، أول حاجة تعلمناها وفق أي طريقة؟ هي الطريقة الجامعة بين طريقة المتكلمين الشافعية وطريقة الفقهاء الحنفية، لذلك هذا الكتاب جمع الجوامع يحتل إن شاء الله المرتبة الأولى في كتب علم الأصول. نقطة في أربعة، غد نهضر المؤلفات الحديثة في علم الأصول، يعني مؤلفات حديثة، نهضر طريقة الفقهاء، طريقة المتكلمين، طريقة الفقهاء، طريقة الجامعة، وبعدين ثورة، غد نهضر المؤلفات الحديثة في علم الأصول. مؤلفات كثيرة، منها كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني، إلى كتاب تسهيل الوصول إلى علم الأصول للإمام المحلاوي، إلى كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، إلى كتاب أصول الفقه لمحمد زكريا البرديسي، إلى كتاب أصول الفقه الإسلامي لزكريا البري. إلى هنا ينتهي هذا المجلس الأول في شرح متن جمع الجوامع لتاج الدين السبكي في علم الأصول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.